قد توحي مشاهد الازدحام في أسواق مدينة إدلب بأجواء الفرح بعيد الأضحى، لكن الواقع يحكي غير ذلك تماماً. فنسبة كبيرة من المتسوقين يتوقفون فقط لمشاهدة السلع دون الاقتراب من شرائها، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعارها وضعف إمكاناتهم المادية. إيش هاي العيش هذا يعني؟ يعني حرام ظلم، هذا كل شيء هاد اسمه عم يعملوا ظلم، ما لازم يصير هالشيء. نحن هون عندنا، نحن هذا بلادنا، هون بلاد السوريين، صار لنا 10 سنين بالحرب. أنا هلا طلعت على السوق ما قدرت أشتري شيء، أنا رجعاني على البيت هلا. يعني اللي بيطالع معه 25,000 ايش بده يشتري ل 12 ولد؟ حرام ولا ما حرام؟ انا بليزي والله العظيم هلا قال لي حقها 8,000 ما قدرت اشتريها للصبي، انا كل بفكري حقها 4,000. هاي ايش ذنب الطفل اللي ضل بلا ثياب على العيد؟ تسعير محالي الملابس الجديده بضائعها بالدولار والليره التركيه دفع كثير من الاهالي لشرائها من البسطات ومحالي الالبسه المستعمله، على اعتبارها تبيع باسعار ارخص نسبيا. لذلك بات غالبية أرباب الأسر يعتبرون شراء الملابس الجديدة في الأعياد من الكماليات، وإذا ما اضطروا فإنهم يشترونها لأطفالهم الصغار دون باقي أفراد العائلة. هلا عم بصير شوية زحمة يعني عند المساء، يعني في إقبال بس ما في إني مشترى، يعني العالم عم تتفاجأ بالأسعار كلياتها، يعني إني في غلا شوي، في تبديل العملات، فرق العملات، يعني العالم كمان عم تعاني من هاي الشغلة. طقوس العيد والضيافة تغيرت أيضا بسبب تفاقم الوضع الاقتصادي للسوريين، فالموالح والحلويات المتعارف عليها في بيوتهم باتت ترفا لكثير منهم، ما دفعهم للاستغناء عنها. يعني قال مذاك العيد يفوت زبونين ثلاثة يشتروا هيك، كان في أسعار رخيصة شوي، هلأ ما في أبدا، بفوتوا بيتفرجوا بيطلعوا، وناس يعني عايفة حالة ما تشتري، ما بعد تجيب ربطة خبز. انتشار فيروس كورونا في الشمال السوري لربما يكون عاملا آخر يقلل من بهجة العيد، لكن ورغم خطورته نزل السكان إلى الأسواق، إلا أن التزام عدد قليل منهم بإجراءات الوقاية دفع بعض الفرق التطوعية في أسواق المدينة لتعقيم السكان وتحذيرهم من خطورة الأمر. رغم الازدحام الذي تشهده أسواق مدينة إدلب مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تبقى هذه التجهيزات خجولة وسط ارتفاع كبير في كافة أسعار السلع. سلوى عبد الرحمن، حلب اليوم، مدينة إدلب.